البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34 مليار فاصل 88 بنهاية شهر يوليو الماضي، اقترب من 35 مليار تقريبا. البورصة تربح 16 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم. البنك المركزي ارتفاع احتياطي الذهب أيضا إلى أكثر من 7 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه خلال اجتماع النهارده بحضور رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، رئيس المخابرات، وزير التخطيط، وزير الماليه، وزير التعاون الدولي، مستشار رئيس الشؤون الماليه، يوجه الرئيس بمواصله بذل اقصى الجهد للحد من اثار الازمه العالميه على المواطنين، الاهتمام كله بالمواطن، الشغل الشاغل على مدار الساعه المواطن. دكتور مصطفى مدبولي يتوجه إلى الأردن لترأس اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية مع وفد وزاري كبير جدا. الأرصاد تحذر اليوم النهاردة ذروة ارتفاع درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تصل إلى 42 وأكثر من كده كمان. لا يسر عليها قرار رئيس الوزراء، المحاكم وشهر العقاري شغالين، فيش أجازات ومفيش أونلاين، شغالين بحضور، تعمل بكامل طاقتها أيام الأحد خلال شهر أغسطس. إيطاليا خبر صعب، زيادة معدل الوفيات بنسبة 7% بسبب موجات الحر الشديدة. إيطاليا الشهر اللي فات زيادة 7% في الوفيات. تلوث نهر السين في طبعا فرنسا يتسبب بإلغاء كأس العالم للسباحة اللي كانت مقررة النهاردة وبكرة في المياه المفتوحة، وألغوا يعني أجلوها، قال لك نتيجة لأنه حصل طبعا فيضانات وأدت أنه المية تغير لونها وكان ده هيؤثر على السباحة، وتم إلغاء كأس العالم للسباحة في فرنسا. أعلن الطوارئ في النمسا بسبب فيضانات والانهيارات الأرضية، فيضانات في بقى أحد الأنهار وبالتالي أدت لمشاكل كبيرة جدا في النمسا النهاردة. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من مخيم شبابي في كوريا بسبب الموجة الحارة، موجة الحارة 35 درجة مئوية. معسكر بيحضره شبابي في آلاف من كان بحضور جماهيري كمان حوالي 40,000 وأكثر من 4,000 واحد شاب من مختلف الدول، وأمريكا سحبت مشاركين، وأيضا سنغافورة عدد كبير من الدول سحبوا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. المدعي العام الأمريكي يطالب بفرض قيود على منشورات ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عايزين يمنعوه أنه يتكلم أو يقول أي حاجة، عايزين يقفلوا بقه. البطالة نيوزويك عاملة تحقيق كبير بتتكلم فيه على إيه اللي يواجه تحديات تواجه بايدن في حملته الانتخابية، البطالة وارتفاع الأسعار. نيوزويك تحديات الاقتصاد الأمريكي تهدد حملة بايدن الانتخابية. أمريكا ستتكبد، ده تقرير أيضا منشور، ديون عارفين كام كل يوم؟ 5.2 مليار دولار يوميا على مدار 10 سنين اللي جايين، كل يوم 5 مليار دولار. اعتقال 33 ضابطا امريكيا مالهم بتهم تهريب المخدرات، نتكلم على امريكا. اسقاط مسيره اوكرانيه كان تستهدف النهارده العاصمه الروسيه موسكو، استهدفت موسكو. الجيش الروسي يقصف مطارات عسكريه غرب وجنوب اوكرانيا. محادثات جدة اللي موجودة على مدار يومين في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، عدد كبير من الدول يمكن 40 دولة وفود ليهم أجهزة المختلفة، الأجهزة الوطنية تبحث خطة السلام الأوكرانية، وروسيا تتعهد بمناقشة النتائج. موسكو بيسكوف النهاردة متحدث باسم الكريملين قال لك لا توجد أي مقاومات للسلام مع كييف حتى الآن أو الآن. بولندا ترصد تسربا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا أو لأوروبا. ارتفاع حصيلة حادث قطار النهاردة في باكستان إلى 30 قتيلا و80 مصابا.
مقتل مهاجرين وفقدان 30 آخرين بعد غرق زورقين قبالة سواحل إيطاليا. سكان النيجر يحرسون عاصمتهم ليلاً تحسباً لأي تسلل أو تدخل أجنبي، لأنه في مهلة كانت مجموعة الإكواس، كانت اللي هي مجموعة الاقتصادية غرب أفريقيا، إدوا مهلة للنيجر إنهم يرجعوا رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، والمهلة تنتهي النهاردة. وطبعاً قالوا لو ما حصلش إنه يرجع هيعملوا تدخل عسكري، بنتكلم على كوت ديفوار، السنغال، نيجيريا. ولكن هناك رفض كمان من مجموعة كبيرة جداً زي مالي، بوركينا فاسو والجزائر. رئيس عبد المجيد تبون امبارح كان عامل حوار صحفي، حوار تلفزيوني امبارح مع 4 من وسائل الإعلام المحلية الجزائرية، وقال أي تدخل عسكري داخل النيجر هو تدخل بنعتبره تهديد لأمن وسلامة الجزائر، لأن الجزائر لها حدود مع النيجر. وتشاد كمان رفض هذا التدخل العسكري، لها حدود مع النيجر أيضا، وغينيا أيضا بترفض هذا الأمر، وأيضا مالي لها حدود، بوركينا فاسو ترفض، غينيا كمان. في يعني إيه اللي هيحصل خلال الساعات اللي جاية؟ طبعا بتدعم بقوة فرنسا أن يكون في تدخل عسكري، وتدعم مجموعة الإكواس أنها تتدخل عسكريا في لإعادة الرئيس النيجر المعزول بقاله 10 أيام، وهناك مجلس عسكري، مجموعة من العسكريين قاموا بهذا الأمر منذ 10 أيام. ولكن إيه اللي هيحصل الساعات اللي جاية؟ المنطقة أصلا والقارة الإفريقية مش يعني كفاية حروب وكفاية تدخلات في كافة الدول. انتخاب محمد توكالا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد خالد المشري، وكان في انتخابات النهاردة في العاصمة الليبية طرابلس، وكان في 5 متنافسين، وعلى الأصوات كان محمد توكالا، وكمان أكتر كان خالد المشري رقم 1، محمد توكالا كان رقم 2. محمد توكالا قدر يحسم الجولة الثانية من الانتخابات، وأصبح هو اليوم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بحصوله على 67 صوتاً. مصير مجهول. بي بي سي تواجه رفض ماليين البريطانيين سداد رسوم للترخيص البي بي سي، لأنه عشان البي بي سي عشان تتفرج عليهم لازم تدفع حوالي 180 تقريبا جنيه استرليني كل سنة. في حوالي 3 مليون مواطن قالوا لا احنا مش هندفع أي جنيه استرليني، ما يدفعش، يتحمل عبء الموازنة العامة للخزانة في بريطانيا. فقالوا ان احنا مش محتاجين نتفرج على التلفزيون البريطاني. ده الانجليزي اللي قال 3 مليون واحد قال لك مش محتاجين نتفرج عليه، لا بث مباشر ولا على يوتيوب ولا غيره، لانه بقى التلفزيون البي بي سي حتى الانجليز كرهوا الاذاعه التلفزيون بتاعهم، مش عايزين يتفرجوا عليه، لانه تلفزيون فاقد للصلاحيه، تلفزيون لا يقدم اي جديد، تلفزيون الانجليزي بي بي سي. خلاص انا بكلمك حتى عن الناس الانجليز نفسهم اللي هو دافع اشتراك، بيدفع اشتراك عشان يتفرج عليه، قال لك لا انا مش محتاج بصراحه، لانه اصبح يعني لا يقدم لنا اي اخبار ايجابيه، وقالوا لا يقدم لنا اي اخبار مفيده، وقالوا الافضل ان احنا ما نتفرجش على البي بي سي، وقالوا ان احنا لا نتفرج على البي بي سي. تخيل حتى المواطن الانجليزي كره البي بي سي، كره البي بي سي لانه لا يغطي اخبار المواطن الانجليزي، بيغطي اخبار الاخوان واخبار مصر. يعني هو مهتمين بي بي سي باخبارنا اكتر من اخبار المواطن الانجليزي. فالمواطن الانجليزي قال لهم الله، هو انت بتقدم لي اخبار؟ لا تقدم لي اخبار اللي انا عايزها، انت مهتم باخبار اخرى بعيدا عن الهدف من انشاء او وجود تلفزيون البي بي سي. فقالوا مش هندفع فلوس، بكلمك على رقم 3 مليون واحد، 3 مليون مواطن رفضوا يدفعوا الفلوس الاشتراك، لان هو ليس في حاجه انه يتفرج على البي بي سي، اصبحت قناه مهجوره او ماجوره، الاثنين مع بعض، مهجوره وماجوره الاثنين. اصبحت البي بي سي زي ما قلنا منذ سنوات، والله مش من اليوم، والله لا اتحدث عن بي بي سي النهارده، لا اذاعه ولا تلفزيون من النهارده يا جماعه، مش بتكلم عنهم من النهارده ابدا، بتكلم عنهم سنوات طويله. اصبحت البي بي سي هي بوق، وبتشتغل ضدنا، تروج ضدنا، افلام وفبركه ضدنا، هي جزء من قنوات بتاعه التنظيم. ايوه اكتر قناه تدافع عن التنظيم هم.
طب انا قلت الكلام ده انه في 23، ارجع ل 22 وارجع ل 17 و13 و14 و6 و7 وخد بقى كلام عن الناس دول بقى لنا سنوات طويله نتحدث ان دول لا يتحدثوا ابدا عن قضاياهم، مش مشغولين بقضاياهم. ده انا كنت بجيب لك لما كان يحصل تفجيرات وارهاب داخل بريطانيا، البي بي سي بتتكلم على افلام عن حدائق الحيوانات في افريقيا، وكنت بعرض لك الكلام ده وهم في اليوم اللي بيحصل فيه ارهاب في لندن، عمل تفجير ارهابي، ناس اتقتلت، طعن للناس، والبي بي سي جايبه لك فيلم، جايب افلام عالم الحيوانات. طب عندك ارهاب ده جنبك بعده امتار، لا فين تبقى اخر قناه تتكلم على الارهاب اللي موجود عندها؟ مصر هنا، مصر لو واحد ضرب واحد بطوبه، طوبه أصيب، يقول لك حصل في القرية المصرية في الحتة الفنية أصابة مواطن مصري، واحد ضربه بطوبة جاره. شوف تخيل كانوا بيعملوا كده معانا وما زالوا ما بطلوش، بس في الآخر مواطن بريطاني بيقول لهم اقفلوا إغلاق البي بي سي، يقول لهم اقفلوا البي بي سي، مواطن بريطاني بيقول لهم اغلقوا البي بي سي، ملهاش أي يعني وجودها يعني بيستخدموا يستهلكوا الكهرباء ومرتبات دون أي فائدة، اغلقوا البي بي سي. ده المواطن الانجليزي اللي بيقول لهم مش انا. وصول السيادي السعودي تتخطى ال 594 مليار دولار، زادت الصندوق السيادي السعودي زاد في السنتين اللي فاتوا دول من 21 كان حوالي 520 500 وحاجه و20 29 تقريبا او 530 مليار، تجاوز تخطى ال 20% خلال سنه تقريبا. الصندوق زيادة طبعا حجم استثمارات. رئيس الجزائر كان عامل حوار تلفزيون زي ما بقول لحضراتكم من شوية، اتكلم لا استبعد اليد الإجرامية في احراق الغابات والعدالة هي الفيصل. حرائق الغابات اللي كانت الشهر الماضي في منتصف شهر يوليو اللي استمرت عدة أيام واللي يعني كان فيها خسائر، لها خسائر كبيرة جدا. القابضة لكهرباء مصر على عهدة بلومبرج أو الشرق تقترض 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطني عملية الإصلاح والصيانة وغيره. التعليم العالي، دكتور أيمن عاشور النهاردة وزير التعليم العالي النهاردة 19,000 طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات مع أول يوم. دكتور ضحجازي النهاردة في كان مؤتمر ويعني له كل التحية، تطوير التعليم هدفه خلق طالب بمواصفات ومهارات يحتاجها سوق العمل طبعا، وبالتالي انه قال لك ان احنا عمليه تطوير وتطوير مناهج، في مناهج جديده بتتعمل هدفها ايه، محتاجين سوق العمل ايه، ما يبقاش الواحد مساله الحفظ الفهم ولا تفهم ولا تبقى حافظ. محافظ شمال سيناء اللي هو محمد عبد الفضيل شوشه عامل جوله بيتفقد تقسيم الرئاسه الجديد المخصص لاهل توسعات ميناء العريش. قطاع النقل البحري النهاردة في بيان ليهم واهتمام كبير، إجراءات جديدة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، إنه في اهتمام من الرئيس بسياحة اليخوت. حرمان جماهير الأهلي والمصري من حضور مباراتين بالكأس وإيقاف علي ماهر 4 لقاءات، لأنه اللي حصل في مباراة كأس مصر كانت يوم كانت الأسبوع اللي فات، وكان طبعا اتخذ قرارات النهاردة حرمان الجماهير اللي كانت حاضرة هذه المباراة من الأهلي أو من المصري. بيتكلم مدرب المنتخب الأولمبي يقول لك طبعا وصلنا لأولمبياد باريس السنة اللي جاية، المصريون أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح، على كل ما أنا ماشي في أي حتة بيسألوا عن حاجة، محمد صلاح هيجي ولا لأ؟ هيبقى موجود معاك في الأولمبياد ولا لأ؟ قال لهم هو الموضوع طبعا هو لسه في أمر مش في إيدي، أنا أتمنى صلاح وأنا أتمنى صلاح يبقى موجود، ولكن ليفربول لأنه دي بطولة مش الفيفا وبالتالي الأمر في إيد ليفربول. هل يسمحوا لصلاح ولا لا؟ أنا أتمنى أنهم يسمحوا لصلاح يشارك ويكون مع المنتخب الوطني، لو صلاح شارك هيكون لنا يعني نقدر يعني نصل لي يعني نحصل على يعني تمثيل كبير ونحصل على يعني لقب في هذه البطولة، زي ما قال هو اللي قال مدير الفني منتخب الأولمبي. صلاح ودي بروين طبعا نجمنا العالمي، مع دي بروين نجم
بلجيكا ومانشستر سيتي أبرز اهتمامات الدوري السعودي الصيف المقبل.